لم تمضي أيام على أزمة المواطنين في المنطقة الجنوبية بسبب الأمطار والسيول، حتى أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراته مجدداً، متوقعاً هطول أمطار غزيرة الثلاثاء على الجنوب الشرقي للبلاد. الأزمة ما زالت قائمة في تهالى التي قال عميد بلديتها أحمد صالح أنها تواجه مشكلة تلوث مياه الشرب في الخزان الوحيد الذي يغذي المدينة، واصفاً الوضع الإنساني هناك بالمأساوي، وأنه من الصعب عودة المواطنين إلى منازلهم بسبب التلوث بعد نزوح أغلبهم إلى الصحراء بلا مأوى، فضلاً عما خلفته السيول من جرف لممتلكاتهم، حيث يوجد حوالي 600 عائلة في الخيام، بينما عاد بعضهم إلى منازلهم القديمة المبنية من الطين وفق قوله. غات ليست بأحسن حال، خاصة بعد تأكيد عميد البلدية إبراهيم خليل أن الجهات المسؤولة بالمدينة بدأت في المرحلة الثالثة من الأزمة المتمثلة في الوقاية من الأوبئة وانتشار الأمراض بعد اجتياز مرحلتي حماية الأرواح وإيواء النازحين، وتمثلت المعالجات في رش المبيدات وتعقيم المناطق المتضررة. عميد بلدية البركت محمد زماكي قال إن الأزمة أسفرت عن تهدم حوالي 30 منزلاً بالكامل ونحو 920 أخرى أضرارها متفاوتة باستثناء أضرار المزارع التي يعملون على حصرها، موضحاً أنهم قاموا بتغطية نقص المياه بالصهارج وذلك بتشغيل 4 آبار متوقفة. أما بلدية الكفرة فما زالت تعاني جزئياً مشاكل بقطاعي الكهرباء والصحة بحسب تأكيدات العميد المكلف مسعود عبد الله الذي قال إن حوالي 90% من التيار الكهربائي عاد إلى المدينة بجهود الفرق الفنية التابعة للشركة العامة والتي جاءت من مدينتي طرابلس وبنغازي، مبيناً أن هناك عائلات من النازحين السودانيين موجودة في العراء وأن أوضاعهم الصحية تشكل خطورة على المواطنين وفق قوله. مئات الأسر تعاني في عدد من البلديات بالجنوب، يقطن بعضها حالياً في الخيام والبعض الآخر يقيم في الساحات الخالية ولم يجد حتى الخيام، وجميع هذه العائلات تنتظر الحلول السريعة لأزمتهم وتدخل الجهات المسؤولة للاستجابة لنداءاتهم.